ياد في ايه؟ هنتكلم على الباب كده؟ اه يا بوظ اخويا، خش ادخل. ايه خير؟ خليت انت وسلمى تاني ولا ايه؟ يا ريت سلمى بس، وجليله كمان. طب سلمى؟ وعارفين ان بينك وبينها مصانع الحداد، انما جليله؟ جليله يا راجل، في حد يتخانق مع جليله؟ تعالى تعالى تعالى. اعمل لك شاي ولا شكلك ما اكلتش؟ اعمل لك عشاء ياض. والله يا سلام انا ماليه نفسي لاي حاجه، واللي حصل النهارده معكنني على الاخر يا اخي. ليه بس وقت؟ قول لي بقى ايه اللي حصل؟ اختها خاربه مخها على الاخر ولعبه فيه. الاول جليله كانت بتنفض لها وتسمع كلام، النهارده لقيتهم خارجين سوا. مش كده وبس، دي كمان مخليها ما تنزلش الشغل. الصراحه انت غلطان. غلطان ازاي بقى؟ لما انت عارف ان اختها خاربه عليكوا، قاعد في ام البيت ده بتعمل ايه؟ ما تاخد مراتك وتروح تعيش في اي حته تانيه يا اخي، وتبقى علاقتك بسلمى دي سلام عليكم، عليكم السلام وخلصنا. انت عندك حق، بس انا رعيت ربنا فيهم يا سلامه، هما لا اخ ولا خال ولا عم، وانا راجل البيت يعتبر. قلت برضه نبقى قاعدين سوا بدل ما اسيبها لوحدها، وانت عارف للسنة. وحياه ابوك سيبك من الكلام الفارغ ده، انت لحد هنا عملت اللي عليك وزياده. اهم حاجه عندك دلوقتي بيتك ومراتك، وسيب اللي يقول يقول واللي عيد عيد يعمل حاجه. ابوس ايدك. وبعدين اديك شفت سلمى اهو عملت ايه، ولا مقدره اللي انت عملته عشانها. اقول لك انت حمار، انت كان لازم تشكمهم من الاول. بنت زي سلمى دي عامله زي الكلاب المسعوره، لازم تديها فوق دماغها عشان تبطل هوهوا. انت عندك حق. بقول لك ايه؟ قول. انا حبات عندك النهارده بقى. لا يا صاحبي مش هينفع والله. ايه هو اللي مش هينفع والله ده؟ يا تبذر معاك في ايه؟ بيتك ومطرحك. انما قول لي، هو الموضوع كبير قوي كده؟ ضربتهم الاثنين. ايوه بقى يا عم الحاج، ابوس ايدك، هو ده اللي المفروض تعمله من زمان. بس بقول لك ايه يا ياض، فك وشك، ملحوقه ان شاء الله. انا مش فاهمه حاجه من اللي انت عملته لكو ده. الحكايه كلها ان انا حبيت اعمل نمره على البيت، بس انا حسبتها غلط يعني. لا هو انا هبله؟ انت دمك فار لما شفتها معاه. اصل انا عارفه الراجل اللي بيخاف على حريمه واللي عامل نفسه راجل. بصراحه بقى البت ليلى دي تهمني. وانا ما تهمنيش يا اخويا، انا كل اللي يهمني مراد بيه، وما احبش حد يزعله. خلاص اصالحك واعتذر. هو عايزك تخدم عليه النهارده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني شيشته، قهوته، كاسه، تعمل له اللي هو عاوزه. اه عايز يقدمني يعني بقى ويعلم عليا. يهبل يهبل، مراد بيه ده ولا تهمه ليلى ولا غيرها. هو لو عايز اي واحده مش هتقدر تقول له لا، ده لو حتى ملكه جمال العالم، مش البت المفعوسه بتاعتك دي. انا كده برضه مش فاهم. اوه يلا يا ماما، يلا يلا اطلعي بره يلا. شوف يا حسني، انت واد جدع وحرك، بس اللي يشوفك يقول عليك واد صايع. ساعه حواري يعني، ما انت تعمل ايه، ما شفتش غيرها. انا بقى شفت الناس في البلد يا حسني انواع، منهم اللي راضي بعيشته وعايز يتعشى وينام، ومنهم اللي عايز يتضرب له تعظيم سلام، ومنهم اللي معاهم فلوس ملهاش عدد ولا اخر ومش عارف يوديها فين. انا بقى فهمتهم وعملت لهم العوامه دي وعيشتهم الدنيا اللي هم عايزين يعيشوها، علشان كده بيجوا هنا ويدفعوا كل اللي انا عايزاه وبمزاجهم وهم مبسوطين. يعني بعد كل ده يعني انا برضو ما فهمتش حاجه، عايزه تقولي ايه يعني بالظبط؟ يعني لو مراد بيه رضي عنك هتعمل اللي انت عايزه. يرضى عني ازاي يعني؟ مش عارش. يعني تشوفه عايز ايه، تدخل دماغه، تعمل له اللي هو عاوزه، تاخده على قد عقله. بعد كده لو قلت له انت عايز تسافر اخر الدنيا هيسفرك. طب عليا النعمه انت عسل. والله العظيم العسل العسل، انت احلى وسطى في مصر. بص يا حسني، انت دخلت دماغي وعجبتني. عارف ليه؟ عشان البت ساميه دي دراع اليمين وانا بطمن لها، لكن غير كده الله في سماه
بعد اللي انت عملته ده كنت هسيبك تعض في الارض زي الكلب الجربان. يرضيك يا بوب الحبوب يفضل قاعد يهوهو. يا واد اسكت. طب بس يا ولا يلا اطلع بره شوف شغلك. حاضر عينيا. يلا امشي. بس بقول لك ايه، انا عايزه اسمع بوداني مراد بيه وهو بيقول لي خلاص انا حبيته رضيت عنه مش زعلان منه. العدسه دي قبل العدسه. مش كنا حجزنا في القطر احسن؟ مفيش ولا تذكره فاضيه، كله محجوز. في اتوبيس دلوقتي طالع على الاقصر، هناخده ونتكل على الله على طول. انت قلقانه ليه؟ خايفه على ابويا قوي، لا بيرد على تليفون ولا بيرد على مرسال، خايفه يكون جرى له حاجه. ان شاء الله خير، ما تقلقيش. يا رب. السلام عليكم. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. انا سمعت ان ابوك رجع من السفر. هو رجع امبارح. يا رب يكون بخير. لا بخير الحمد لله. بقول لك يا ليلى، انا كنت عايز منك خدمه. أمرني. انا عايزك يعني كده تنقي لي حته انتك على مزاجك كده وعلى ذوقك. اشوف واحد صاحب اجنبي نفسه في حاجه من ريحه حبيبته مصر. عينيا ليك وصاحبك. تسلم عيونك. سلام. يا حبيبتي يا مصر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت مش ناوي تسد اللي عليك بقى ولا ايه؟ ليه يعني؟ لو انا مديون ولا حاجه؟ ده انت مش عايز تجيبها لبر بقى؟ قرايه يا بنت مالك؟ هو انت عبيطه ولا هبله ولا شكلك كده؟ كده اهو. جرايه! جرايه واد يا اللي مش عايز تحترم من نفسك! جرايه يا بنت في ايه؟ الحقوني يا حاره! الراجل قاعد يتلزق يا اختي في ايه ويسمحك وهتقول له عيب! ما يصحش! ده انا حتى بنت حتتك ومفيش فايده! هتلزق في ايه يا بنت ملزقه خلقه؟ يا حسني يا ابني بس عيب. والله ما جيت جنبها، هي اللي عماله من ساعتها استغفر الله العظيم حاجه في منتهى الاكسكيوز مي. حاره بس الحقني. في ايه مالك يا حاره؟ في ايه؟ هو المصدوم انت في الحاره دي ولا ايه؟ ايه يا شيخ زياد؟ واحد ياخد مراته يحطها عنده والتاني عمال يلعب على اهل بيتي. مالك يا يا ابني؟ ما تلم نفسك. لا 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 يا جماعه ما ينفعش كده. ايه يا بنت؟ انت جاي من العنتين؟ ايوه. حضرة الظابط عايزك في الاسم. عايزني في ايه؟ اسأل نفسك خفيف يلا. تعال تعال يا حسني يلا يا اخوانا كل واحد يروح مع شغله يلا اتكلوا على الله. يا ملزقه، في محضر ضدك بالتعدي بالضرب على تميم العوامي، وفي تقرير جاي من المستشفى بالاصابات. يا باشا دي مره بنت كلب سايبه البيت وبتلف على حل شعرها، دي تستاهل 30 جزمه فوق دماغها. يا عسكري. يا فندم. خدوا على الحجز. حجز يا باشا؟ انا عملت ايه يا باشا؟ ده هي المفروض تتحبس يا باشا. ايه الظلم ده يا باشا؟ والله ده حرام حرام يا باشا والله. ميمة، انت متاكده ان البيت ده بتاع ابوك اللي انت اتربيتي فيه؟ ايوه متاكده هو، بس مش عارفه ليه يا استاذ امير قلبي مقبوض وخايفه قوي، حاسه ان انا هلاقي مصيبه. يا بنتي ان شاء الله ما فيش حاجه، احنا مش جايين من مصر على الاسره عشان تقولي الكلام ده، خير ان شاء الله. تعالي نشوف. يا رب. هو ده مش بيت العوامي؟ العوامي؟ ايوه، بس ده باع البيت من زمان قوي. باع البيت؟ ليه؟ هو جرى له حاجه؟ حصل له حاجه يعني؟ انت مين؟ انا تميمه بنته. تميمه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، اهلا اهلا. تعالي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا استاذ. شكرا. اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا وسهلا يا حاج يا حاج. اطمني يا تميمه ان شاء الله خير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج، احنا اسفين على الازعاج لو كنا جينا في وقت غير منحسن. لا لا لا، ده انتوا نورتوا. اهلا يا بنتي. اهلا. اتفضل. منورين. نورك يا حاج. احنا جايين نسال على عوامي، اكيد حضرتك تعرفه اللي هو والد تميمه.
ايوه بس العوامي ما خلفش. ماشي يا حاج، ما خلفش ما خلفش، احنا عايزين نعرف طريقه فين واحنا هنروح. ايوه بس هو باع البيت ومشى. باع البيت ليه؟ ديونه كترت يا بنتي، ديونه كترت قوي. باع البيت وخد الجريشين وهك. راح على فين طيب؟ راح اسكندريه. بس انا لما شفتكم قلت ان كنتوا جايين تسدوا ديونه ولا حاجه. بقول لك يا عم الشيخ، وانت ما تعرفش عنوان في اسكندريه؟ والله يا بنتي هو ما سابش عنوان ولا حد يعرف له سكه. لو حد يعرف له سكه الديانه هتطب عليه. طيب يا حاج احنا اسفين على الازعاج مره تانيه، ونستاذن بقى. يلا تميم. طب وشاي يا ولدي؟ نشربه مره تانيه ان شاء الله، اصل احنا جايين من مصر على الاقصر فمستعجلين شويه. شكرا. ربنا يعينك يا ولدي. يا ولدي امرني يا حاج. لو سمحت لما تعرف له سكه قول له عيب عيب، احنا صعيده ما يطلعش منك ده كله عيب. حاضر حاج، لما اشوفه هقول له. وقول له كمان العيب اللي انت عملته ده اعمل حساب اخرتك. حاضر حاج، بعد اذنك. مع السلامه يا ولدي. يلا تمام. فين الشاي يا ولية؟ ليلى. الهوي يخرب بيتك، يخرب بيتك انت اللي جاي. عامله ايه؟ امشي. عامله ايه؟ امشي امشي هتفضحني. امشي، احنا مش اتفقنا امبارح ان انا هاجي اعلمك السواقه؟ اليوم اللي عرفتك فيه جاي تعلمني السواقه هنا جنب بيتنا؟ اركبي بس، معلش هنروح مكان تاني. اركبي. انا مستر بقى. شافنا يعني هيعمل ايه يعني؟ انت ليه خايفه كده؟ ايه التوتر؟ حاضر حاضر. ليه انت مش معاك شغلك 10؟ الساعة 9. طيب انا هوصلك لغاية الجلف. بس مش عايزة تتكلمي ولا كلمة. انت النهاردة تسمعي كلامي بدون أي مناقشة. ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا زلة؟ ماسك عليا زلة؟ ممكن أطلب منك طلب؟ ابتدينا الطلبات. اتفضل. ممكن ما تتكلميش بالطريقة دي تاني؟ بجد. يعني عايزك تفكري كده قبل ما تتكلمي. شوفي الكلمة اللي انت هتنطقيها دي هتقلل من قيمتك كأنثى ولا لا؟ ماشي؟ البنت كل ما كان صوتها واطي وهادي كده وحنين كل ما قيمتها بتعلى على فكرة. حتى ضحكتها كل ما بتبقى رقيقة وهادية ونغمتها حلوة كده صوت واطي الناس كلها بتحبها. ماشي يا عم. ماشي. تقول الساعة 9؟ سوري معلش. شفت لك ميه؟ لا ماشي. عفوك يا ترى عايز مني ايه؟ يا رب يا رب يكون اللي في بالي. يا رب يا رب. يلا انزل. اسمعي الكلام ومش عايز اي افتكاسات منك، ممكن؟ اصلا مبسوطة جدا جدا جدا. آه. انا مش متخيلة ان انا ممكن اركب عربيه واسوق، وانا اصلا مش متخيل ان حد ممكن يعلمني سواقه. وانت ممكن تبقي تسالي عليا يعني نبقى اصحاب؟ ما احنا اصحاب. لا اصل انا ما عنديش صحاب بجد، يعني ممكن يكون ليا معارف كتير جوه مصر وبره مصر، بس كلمه صحاب بجد دي ومحبه بجد انا ما عنديش. وانت فيش حد عايش معاك؟ أنا عايش لوحدي ومش متجوز ومش هتجوز. ها يلا اركبي اركبي، هنتأخر على شغلك. يلا يلا. أيوة أيوة. يلا دوري العربية كده. يلا برافو. دوسي هنا. ده اسمه دبرياج. ايه؟ ما ده اللي قلتلك عليه. يلا دوس هات كده. اوكي بس تشيرك بقى بالراحة ودوسي بنزين، بس امسكي الدريكسيون. امسك الدريكسيون. ماشي. اعمل ايه بالراحه؟ يعني شيل رجلك من على الدبرياج بالراحه. ماشي. ودوسي بنزين. يلا الله. الله. محضر يا جليله؟ بتعملي لي محضر؟ يعني عايز تضربها وتضربني وتبهدلنا ونسكت لك؟ الانسه سلمى طلبت ان يبقى في تعهد بعدم التعرض، ما
لو سمحت امضي لي هنا. طالما وصلت للاسم والمحاضر، وطالما بقى في تعهد بعدم التعرض، تبقى طالع يا جليلة. بس عمرك ما هتلاقي حد يحبك قدي، ولا يقدرك ولا يشيل همك زيي. انت خسرتيني، بس انا مش زعلان يا جليلة ولا ندمان. يا حبيبتي لا ولا تعيطي، ما يستاهلش. اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي. لا 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 ما ينفعش. لا حضرة الظابط، انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. عن اذنك طبعا. حبيبتي لا اوعي والنبي. يلا يا حبيبتي لا لا يلا. والله العظيم بصي ده انت الهم مزاح عن حياتك. يلا 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 يا روحي. يا صحيح الشقة قديمة شوية بس أنا هفورها، هعمل لك الحمام كله قشاني، والواد حسني وعدني إنه يغير لنا عفشة المية، ودهن لنا البيت كله زيت. إيه رأيك؟ كرابة أنت في إيه؟ مفيش، بس أنا عيني مصدعة حبتين. مصدعة حبتين؟ طب بقول لك إيه؟ إيه؟ مفيش حاجة علينا ولا إيه؟ بس يا سلام، عيب كده حد يشوفك. كرابة انت بحب تجيبي بوص. بقول لك ايه، كده حد يشوفني، ما بحبش الطريقه دي. وبعدين لما نبقى نتجوز. وماله نتجوز يا اختي؟ كلمي لابوكي. لا مش دلوقتي. يعني ايه مش دلوقتي؟ اصلا ابويا وامي دلوقتي مش على وفاء، في مشاكل كتيره بينهم، وبصراحه انا عايشه في نكد. ولما قلت لامي ابويا هيعند ويقول لا، او الاثنين يفضلوا يعندوا مع بعض كده ويطلعوا عيني، انا مش ناقصه نكد. سيبني كده ادبرها في دماغي واشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. سلامه. ماشي، كلام موزون برضه. ماشي. سلامة. نهار اسود. يا باشا. سلامة. ايوه ايوه بقى سمير باشا. انت فين يا غبي؟ انا موجود يا باشا. انا مش قلت لك تبقى هنا من بدري؟ يا باشا انا موجود من الصبح. وكنت فين طالما انت هنا من الصبح؟ قول لي. ما تنطق. هو سألني حضرتك وانا قلت له ان لما حضرتك تجهز انا هندهله على طول. لا لا لا، ايه ده الاسلوب ده؟ انا ما بحبش كده خالص. لو سمحتي، لما حد من الشغالين يغلط ما بحبش حد يداري عليه، مفهوم؟ حضرتك كنت في المطبخ صح؟ انا عرفت ان البنت اللي جوه دي تبقى تبعك. اسمع كلامي كويس كويس قوي. الشغل ده تعمله بره الفيلا، لكن هنا لا، والا لا انت ولا هي لك مكان هنا، مفهوم؟ قول حاجه، قول بلا حقك. لا يا باشا انا غلطان. ماشي. سيادتك العربيه جاهزه، اتحرك دلوقتي ولا ايه؟ الحمد لله ربنا ستر. ابقي خدي بالك يا هاله، عشان واضح ان سمير بيه حاطط سلامه في دماغه اليومين دول. اخد بالي من ايه يا حبيبتي؟ يعني اقصد انه بلاش مقابلات هنا. مقابلات ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ انا مفيش حاجه بيني وبين سلامه. كل اللي عمله اني اتوسط لي هنا علشان اشتغل، زي ما اتوسط لامك عند عبد العزيز بيه عشان يدفع لها فلوس المستشفى. على فكره انا ما اقصدش. لا تقصدي. لازم تبقي فاهمه ان انا زي زيك هنا. على الاقل يا روحي انا ما بصتش الايادي. ايه الكلام ده يا هاله، انت مجنونه؟ أنا مجنونة؟ طب خدي بالك، باين عليك الشغل مع النسوان علمك الكهنة قوي. أنت قللت الأدب. أنا برضو اللي قللت الأدب. طب ابقى خدي بالك بقى يا روحي وأنت بتلبسي البيه. أصل اللي زي سمير بيه دول أنا عارفاهم كويس، يموتوا في الرمرامة. اسمعي بت، كهن النسوان ده ما يمشيش عليا. أنا هنا اوديكي والفك وابرمك من غير ما تاخدي بالك. ماشي يا قطه. انا عندي كل سنه ليها سجل بتتسجل فيها كل الناس اللي اتولدت في الاقصر.
انت بقى قولي لي اتولدت سنه كام عشان ما نقعدش ندور على الفاضي وفي الاخر مش عارف افيدك في حاجه يعني. والنبي يا بي انا مش عارفه يعني، بس متهيألي كده يعني ان انا عندي جي 30 سنه ولا اكتر شويه، بس سنه كام دي انا ما اعرفش. انا ما بدورش بالاسم بس، انا بدور بالاسم والسنه اللي اتولدت فيها والنجع عشان اقدر افيدك. ولا اقول لك روح للشيخ جميل، هو عارف كل كبيره وصغيره في البلد، هاتي مني تاريخ ميلادك وانا هحاول اساعدك على قد ما اقدر. ماشي يا بي، ربنا يخليك. تحت امرك. استنى بس يا فتحي، انت رايح فين؟ يا فتحي فتحي تعالي روحي يا شيخه منك لله. بقولك ايه؟ انت لسه عايزاه اهو، لسه على السلم اهو، روحي اجري وراه وبوسي ايده عشان يرجع لك. بس خلي بالك لو رجع مش هتقدري تقولي له تلت التلاته كام. ايه وقفتي ليه؟ بقولك ايه؟ اوعي تكوني فاكره ان شويه السهوكه اللي كنت عايشه فيهم دول يدخلوا عليا. تقصدي ايه؟ اقصد انك لو كنت لقيتي فرصه عشان تزيحي الهم ده من طريقك كنت عملتيها من زمان، بس ما كانش في طريق تروحي فين ولا ترجعي منين، وهو ضل راجل ولا ضل حيطه زي ما بيقولوا. ايوه كده، انت ما صدقتي خلصتي منه وانا عارفه متاكده، بس كنت عايزاها تيجي منه عشان تبقي يا عيني المسكينه اللي اتظلمت ومفيش في ايديها حاجه تعملها. بس انا بحبه بجد. انت مش فاهمه حاجه، اللي بيني وبين فتحي مش اتنين متجوزين وبس، انا اتعلمت يعني ايه حب منه، عرفت معنى حاجات كتيره قوي وانا معاه. ده لما بابا مات كان هو اول ايد تطبطب عليا، ولما الدنيا فضيت علينا كان هو اول واحد يقف جنبنا. ولا نسيتي؟ طب وبعدين هنفضل دافنين نفسنا بالحياه عشان طبطب علينا مره؟ اقولك طب ما في مليون واحد جاي طبطب علينا وقال لنا البقيه في حياتكم نتجوزهم ونجيبهم يعيشوا معانا ولا ايه؟ يا ريت تسكتي بقى عشان انت مش فاهمه حاجه. والنبي انت اللي هبله ومش فاهمه اي حاجه، ده لو واحده تانيه غيرك كان زمانها راحت مليون زغروطه. عاجبك؟ او ايهاب بيتصل تلاقيه متضايق عشان ما روحتش الشغل النهارده، ربنا يستر. الو؟ ايوه يا ايهاب. معلش والله العظيم عندي ظروف صعبه جدا النهارده. اختي جليله انت عارفها؟ اه، اصل جوزها الندل طلقها. اه معلش معلش انا عارفه. لا حسني ده شتمني وهزقني، وبعدين يبقى منظري ايه قدام هاله؟ البت سمعت كل حاجه يا اخي. يا عم هي فاهمه ان ده شغل، وبعدين كنت هتعمل ايه يعني؟ هتقول لي انا مش حمار؟ يا عم ما فرقتش. المهم انت جايبني هنا ليه بقى؟ انا عايز اسيب الشغل. تسيب الشغل عشان شتمك؟ لا مش عشان شتمني يا اخويا، عشان مهما عملت في الشغل ده مش هبقى حاجه، هفضل طول عمري بقول حاضر وطيب وافتح الباب وطاطي. طب هتشتغل ايه يعني؟ معرفش. خلاص خليك زي ما انت بقى، ولا انت حابب تحط خيمتك على خيمتي وتيجي تقعد جنبي؟ يا اخي انا حاسس ان انا لو سبت الشغلانه دي ربنا هيفرج عليا. اه ربنا هيفرج عليك زي كده بالظبط، تقعد جنبي. يا اخي ما تقفلهاش في وشي بقى. يا عم هي مقفله زي الضمن اساسا، انت هتضحك على نفسك؟ احمد ربنا ان في قرشين داخل لك اخر الشهر. يا ابني مش مبسوط، مش مبسوط افهم. مش مبسوط ايه؟ ومين في ام الطين ده مبسوط يعني؟ يا عم كبر دماغك بقى. هاله عارفه ان سمير ده بتاع الماما. اللي معاه الفلوس اللي هيخليكوا تعيشوا مع بعض كويس. يا اخي كرامتي ناقحه عليا يا اخي. ناقحه عليك عشان هاله سمعت وانت بتتشتم، لكن لو مش موجوده ولا هتفرق معاك اساسا. يا اخي انا نفسي ابقى غني. نفسي يبقى معايا فلوس زي سمير ده، وابقى راس براس زيه، واللي عايزه اجيبه يا اخي. يا عم سلام اسمعني، الجنيه بيخبط على واحد مننا ويسال. ابويا عندكم نقول له لا، طب عم عندكم نقول له لا، طب اخويا الصغير نقول له لا، اقول لك طب شكرا، ما احبش اقعد لوحدي ويسيبك ويمشي. على رأيك ويروح لواحد زي سمير ولا عبد العزيز يلاقي اخواته كلهم هناك، هيجي يقعد عندنا يعمل ايه؟ بيجي ياخد اخوه يطفش. بس كل ده لازم يتغير يا رب. هيتغير، ربك كبير. امين. هتيجي؟ مش هعرف اتأخر. همشيكي بدري. هو انا عايز اعرف حاجة، هو حضرتك حاططني في دماغك ليه؟ انت عبيطة يا بنت انت؟ انا برضه احطك في دماغي؟ انا بس ما احبش اقول على حاجة وحد يقول لي لا، ما ينفعش. طب انا هقول لحضرتك على حاجة،
انا لا بعرف ارقص ولا بعرف اغني ولا بعرف احكي حواديت وما بعرفش اعمل اي حاجه. اجي اعمل انا ايه؟ وبعدين حياتك عندك جيجي دي بنت زي القمر واحلى مني بكتير وقروبه بتعرف تعمل كل حاجه. وماله؟ انا عايزك انت برضه وهتيجي. طب انا بقى مش جاي ها؟ واللي يحصل يحصل. غريبه جدا يا بنتي. يا بنتي النهارده عيد ميلادي وانا عامل حفله كبيره في الفيلا وعايزك تشرفي على الخدامين. هو النهارده عيد ميلاد حضرتك؟ ايوه. طب مش تقول يا مراد بيه. ماشي اذا كان كده معلش، بس بشرط هروح بدري. ما انا قلت لك هروحك بدري. بس قولي لي بقى هتجيبي لي هديه ولا لا؟ اه طبعا هجيب لك هديه. يعني لو قلت لك انا عايز ايه هتجيبيها لي؟ من عينيا الاثنين. لا انا مش عايزها من عينيك، انا عايزها من... يا لهوي ايه ده؟ عايز ايه يا زفت الطين؟ لا 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 مش كده، ده حتى كده عيب. هو ايه يا اخويا اللي مش كده؟ انا مش ناقصاك انت كمان، اطرش الكلمتين اللي عندك وخلينا نخلص. انا غلطان، انا كنت بس عايز اقول لك ابقي خدي بالك من سلامه حبتين، اصله صاحب مزاج وحنين وطيب على الاخر. انت بتقول ايه يا خرفان انت؟ انا على النعمه ما اقصد ايوتها حاجه، انا بس عايز اقول لك خدي بالك عشان انا مراقب الحاره حبتين ومفيش اي حاجه بتحصل الا وانا راصدها. نسيت اقول لك يا نيبو مش انا مركب قمر صناعي؟ ده انت مجنون بقى. لا ما احبكيش وانت كده، ده حتى سلامه ما يحبش الست اللي لسانها طويل. طب بقول لك ايه؟ ايوه. ما تخش يا اخويا نتكلم جوه، ما يصحش برضه في الشارع. اهو ده الكلام. شايفات له بقى. خش يا اخويا خش. خير؟ عايز ايه بقى؟ والله انا بويا يعني الصراحه يعني تشوف انت يعني كلك نظر. كل نظر ازاي يعني؟ يعني اللي جودي بيه عسل بس كده من عيني. انت طوق لا انت فهماني غلط. 20 جنيه كمان ما تغلاش عليك. مصممه على الغلط انت يا نفوية، بس ما علينا. بص يا نيبو انا عندي غيارين يلزمهم يتغسلوا. خدي بالك من كلامك وفكري في الكلمه قبل ما تنطقي عشان لساني ده راديو اللي تشوفه عيني ينطق بيه على طول. الله العظيم يا نبوية أنا غلبت معاه بس مش عارف. طب بقول لك إيه يا أخوي؟ ها؟ إحنا نتكلم بعدين. مش هينفع برضو الكلام دلوقتي، بعدين. ماشي كلامي. اتفضل يلا نتكلم. ولا هو يعني سلام أحسن مني يا نبوية؟ نتكلم بعدين يا بكر، نتكلم بعدين. لا يمكن أحسن مني. يلا يا أخويا جوزي جاي، يلا. والله العظيم أنا حاسس إن سلام أحسن مني. يلا يا بكرة. يا لهوي يا مصيبتك السودة يا نبوية. أنا بجد يا عمي مش عارفة أتعامل معاها خالص. معلش يا كمالية استحمليه. أنا عايزاه يفهم إنه بني آدم عادي وإني أنا مش في دماغي خالص حكاية إنه أعمى دي. أنا آسفة بس أنا بجد لازم أتكلم مع حضرتك. الحساسية اللي هو معيشنا فيها ديت زيادة على اللزوم، ده هو مخليني أفكر في كل كلمة في كل حركة أنا بعملها. كل ده هيبقى صعب عليا قوي، أنا مش قادر أستحمل كل ده. طب يا بنتي، أنت شايفة إيه؟
يا عمي سمير بجد لازم يروح لدكتور نفساني، لازم يتعالج من التهيؤات والحساسية الزيادة على اللزوم اللي عنده دي. سامحني بجد اللي أنا بقول لك كده، بس أنا ما عنديش حد تاني أتكلم معاه غير حضرتك. معلش يا كماليا، أنت لازم تتصلي بيه لأنه مستني مكالمتك على نار. كماليا، سمير بيحبك بجد. ماشي، أنت عايز مني حاجة قبل ما أقوم؟ لا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن تبقى تطلع عياط بقى، على فكرة الكلام اللي قاله الشيخ ده كله ممكن يطلع مش مظبوط. يا مرارك يا تميمة، يعني لا ليا أم ولا أب، يعني طلعت بنت حرام. لا إله إلا الله. حاضر يا ست، حاضر، ما تستعجليش على رزق. اتفضلي بالشفا ان شاء الله. ازيك يا شيخ زياد؟ كله كويس، خير. عايزه حنة اسواني وطينة مغربي. هتلاقي ابدا الطينة. سلامة، قافل تليفونك ليه؟ انا مستنيك من الصبح. خير، انا هتقل عليك كام يوم كده. يا عم اتقل براحتك. وفي ايه؟ تتخنق تاني ولا ايه؟ أنا طلقت جليلة. يا نهارك أسود. إيه؟ إيه؟ الطينة يا أختي. شكراً. استرها على عبيدك يا رب. حد عارف الموضوع ده؟ لسه محدش يعرف. أنت أول حد أقول له. الله يخرب بيت الشيطان. طالما عايزك. تعالى يا. ولا يهمك مني. ولا تحطيها في دماغك، انت ليكي شغلك وبس. بس على فكره بقى، انت غلطان. انت غلطان، انت مالك تقعد تمشي؟ يمشوها يقعدوها، وانت مالك انت؟ ايوه بس انا قلت يعني جارتي وبنت حتتي وعرفها كويس. تعرفيها كويس؟ هي اختي طالعه زي امها بالظبط. كريم امها كانت كده. كريمه دي عمرها ما حبت حد. ده احنا ساعات كده كنا نقعد نتساير مع بعض ونتكلم كده، وهي طول ما هي قاعده تفضل تشتم في جوزها وتطلع فيه القطط الفاضيه. انا بقى بصراحه كنت عبيطه، افتكر انها بتعمل كده يعني خايفه من الحسد. اتضح انها غير كده خالص. انا عمري ما سمعتها مره بتقول الحمد لله ولا تشكر ربنا على نعمته وكرمه عليها، ابدا. إلا طول ما هي قاعدة تقول لك إيه؟ أنا ما كانش المفروض أقعد في الحارة دي، أنا كان لازم أقعد في حتة تانية خالص، وبعدين أنا لازم، أنتِ بتضحكي والله، تقول لك إيه؟ أنا لازم نستحق راجل غير خليل ده خالص، إيه خليل ده؟ أهي بالظبط، كريمة وهالة فولة واتقسمت اتنين. بس أنا عمري ما حسيت هالة كده يا ماما. وهو ده يتحس، ده يتشاف. وانتي شفتي الحقد والغيره مالوا قلبها من ساعه ما عرفت ان انت احسن منها ومفضلينك عليها. احسن منها ايه بس يا ماما؟ انا ولا هي خدامين؟ خدامين؟ بقول لك ايه؟ عاليه البت دي تخلي بالك منها، اوعى تامنلها. انت تنزل دلوقتي حالا تروح ترجعها. لا يا سلامه ما ينفعش. هو ايه ده اللي مش هينفع يا ابني؟ جليله جدعه وطيبه، ومحدش عمره سمع لها حس في الحقد. لعبه في الدماغ امر من السحر. طب ما انت عارف اهو ان اختها اللعبه في دماغها. في ايه بقى؟ تقف قصادها تقول لها لا وقفت. وانت قايل كده بعضمه لسانك يا اخي. غلطت مره سامحها. انا بحب جليله يا سلام، بحبها قوي كمان. امال في ايه يا واد؟ اقول لك، احنا ما بنخلفش وانا السبب، وهي عارفه ده واستحملت. بس انا كمان شلت كل ده فوق دماغي من فوق. بس أنا لو كرمت اتهنت قدام سلمى أنا يبقى خلاص ما عادش ليا أمة تاني. معلش يا أخويا أنا مش فاهم يعني، نورنا. لو جليلة جت وقالت إنها غلطانة هرجعها. أخدها ونعيش في أي حتة لوحدينا بعيد عن أختها. حسب لها الشقة والعفش وكل حاجة. مش عايز حاجة غير جليلة وبس. بس هي اللي لازم تيجي وتقول انها غلطانه، وانها لما فكرت تجرجرني لحد الاسم عشان خاطر اختها كانت غلطه كبيره وكبيره قوي كمان.
معلش يا اخويا انت صح. انت تنزل دلوقتي حالا تروح ترجعها. لا يا سلامه ما ينفعش. وايه ده اللي مش هينفع يا ابني؟ جليله جدعه وطيبه، دي محدش عمره سمع لها حس في الحته. لعبه في الدماغ امر من السحر. طب ما انت عارف اهو ان اختها اللعبه في دماغها. في ايه بقى؟ تقف قصادها تقول لها لا. وقفت وانت قايل كده بعضمه لسانك يا اخي. غلطت مره سامحها. انا بحب جليله يا سلام، بحبها قوي كمان. امال في ايه يا اقول لك؟ احنا ما بنخلفش وانا السبب، وهي عارفه ده واستحملت. بس انا كمان شلت كل ده فوق دماغي من فوق. بس انا لو كرمت اتهنت قدام سلمى انا يبقى خلاص ما عادش ليا قومه تاني. معلش يا اخويا انا مش فاهم يعني. نورنا. لو جليله جت وقالت انها غلطانه هرجعها، اخدها ونعيش في اي حته لوحدينا بعيد عن اختها. حسب لها الشقه والعفش وكل حاجه. مش عايز حاجه غير جليله وبس. بس هي اللي لازم تيجي وتقول انها غلطانه، وانها لما فكرت تجرجرني لحد الاسم عشان خاطر اختها كانت غلطه كبيره وكبيره قوي كمان. معلش يا اخويا انت صح. المهم يا حاج، قال لي ان العوامي ده شخص ماشي وبطال جدا ومحدش كان بيطيقه ولا بيحبه، لان كان كل شغلانته ان هو يتجوز اجانب يشتغلهم وياخد منهم فلوس ويسيبهم بس. وبعدين؟ ولا قبلين. قال لي ان هو لما اتجوز مراته اللي معاه دي كان معاه بنت عندها 4 سنين، سابتها له واحده ايطاليه وسافرت. طب مش جايز يكون خلف البنت دي من الست الايطاليه؟ لا يا حاج، لا 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 مش بنتهم. هي تقريبا بنت الست الايطاليه، لان هم قالوا لي لما هي جت من ايطاليا كانت البنت الصغيره دي على ايديها، واتجوزت العوامي علشان تاخد الاقامه هنا في مصر. والبنت دي فضلت تقريبا معاهم 4 سنين هنا لحد ما هي سافرت ما رجعتش تاني. فالعوامي لما اتجوز مراته الجديده كان البنت دي معاه، والست دي طلعت محترمه وربنا يبارك لها ربت البنت، وخاصه ان هي ما كانتش بتخلف. ايه الحكايه كده؟ وده يفسر لنا ليه الراجل ما بيسالش على البيت ولا عايز يعرف اخبار؟ ما هو ده اللي مجنني بقى. انا مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه. كده تميمه لا ليها اهل ولا ليها ورق ولا ليها اي حاجه تثبت نسبها. تميمة رايحة فين يا بنتي دلوقتي؟ رايحة لجوزي يا خالتي. جوزك؟ جوزك مين؟ جابر؟ اللي بهدلك ومرمطك؟ ما انتيش نازلة دلوقتي. جابر جوزي وانا مراته، ومن هنا ورايح انا هحط الجزمة فوق دماغي واقعد ساكت. فيها تميمة مالك؟ ايه اللي حصل؟ فين اللي انتوا عرفتوه يا استاذ امير؟ لو الحارة كلها عرفته هتبقى مصيبة وجرس. لو الناس عرفت في الحارة ان انا ماليش اهل هتبقى مصيبة وهتفضح. مش كل الناس طيبة قلوبها طاهرة زيكم. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا لازم أحمد ربنا إن في حد متجوزني وقاديني. يا بنت والله والله ما أنت خارجة ولا معتبة بره باب البيت. مش يجوز الكلام اللي أنت سمعتيه ده كذب ومش حقيقي؟ ما أنا ممكن أقول لك زيه مليون مرة. حد فينا يعرف الكذب من الصدق؟ هو إيه اللي هيخليه يكذب يا خالتي؟ اسمعي بلاش وجع دماغ، انا مش ناقصاكي اللي اقول لك عليه تعمليه. خش جوه دلوقتي. لا مش هدخل. انا كنت قاعده هنا على امل ان ابويا هيجي ياخدني، انما دلوقتي خلاص انا ما بقاليش اب. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا تميمه بنتي؟ انت بتدوري على النكد بمنكش. افتكري ربنا وكل اللي عليكي انك تبصي للسماء وتقولي يا رب. ومن عارف مش يمكن كلام الراجل ده ما يطلعش صد؟ لا صد صد. انا دلوقتي حاسه انه صد. مفيش اب يعمل اللي هو عمله فيا ده. جوزني زي الجاريه وانا عمري 15 سنه. عمره ما سال عليا وعرف اذا كنت زعلانه ولا فرحانه. عمره ما دخل عليا في عيد ولا في موسم. كان بيجي كل سنه ياخد اللي قدامي واللي ورايا ويمشي. كنت دايما اسال نفسي هو الراجل ده ايه؟ لقاني في خرابه ولا على باب جامع؟ حتى بعد اللي حصل الايام اللي فاتت دي ما جاش حتى وقف لي. له حق جابر يعمل فيا اكتر من كده؟ انا ماليش كبير ولا ليا اهل.
استغفر الله العظيم. ده انت اللي عملته معايا يا شيخ زياد في يومين هو ما عملوش في عمري كله. بس اللي كان بيخليني اكذب احساسي ده واقول ان ابويا الست اللي ربتني وعزته جلال الله دي امي، والله امي كانت بتحميني وتاكلني، بتحرم نفسها من القوت عشان تجيب لي هدمه جديده وجزمه عشان افرح زي العيال في العيد. والله العظيم امي. استني الصباح رباح. اوعي يا خالتي سيبيني. تميمه، لا حول ولا قوه الا بالله، مش يجوز الراجل ده بيكذب. لا يا ستي ما بيكذبش ولا حاجه، الراجل ده كان عارف هو بيقول ايه بالظبط، وبعدين انا سالت في كل السجلات ما لقيتش اسمها. طب مش يمكن يا امير يا ابني تكون البنت تميمه دي صايد قيد؟ يا حاج لا، انا عارف اقول لك ايه كويس. الاختيار شيء مستحيل لناس اساسا مجبرين، وازاي تلومني عالطريق اللي ماشي انا من سنين. الاختيار شيء مستحيل لناس اساسا مجبرين، وازاي تلومني عالطريق اللي ماشي انا من سنين. وكله فاكر نفسه حر وكلنا مساجين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين، وكله متربط في ساقية والعيون متغمين. انت الكلب تعمل لي محضر؟ ها بتعمل لي محضر يا بنت الكلب؟ اما ربيتك انا ليه راجع ليه لما انت مش طايقه جابر وعيش الجق جابر؟ خلاص ليه؟ تلاقي ابن الشيخ شبه عمان ولا ايه يا سنيوره؟ حرام عليكي، حرمت عليكي عيشتك. بقول لك ايه يا جابر، البنت دي تاخدها ترميها بره في الشارع، دي فقر وتجيب الفقر للبيت، نكسب انت انجاز. يا لهوي، بقى انا اسيب بيت جوزي واروح ابات عند بيت ناس ما اعرفهمش غربه؟ طب يا اختي حتى كنتي روحتي بيتي عند بيت ابوكي كانت تبقى مبلوعه. اسمعي يا بت، اسمعي. نعم. بكره تقعد تنزل على المحضر، سامعه؟ حاضر. وبكره تنزلي زي الكلبه الشغل. حاضر. ها؟ حاضر. واللي اقول عليه تقولي امين. حاضر. قولي. حاضر. خد يا بت، انت رايحه فين؟ رايحه اوضتي. لا يا حبيبتي، خلاص. بح، ما بقاش فيه، عملتها قط مسافرين. بصي حبيبتي، انت تروحي هناك تترزي عند الحمام، تنامي على العتبه علشان وانا داخله كده وانا خارجه امسح شبشبي الوسخ فيكي، فاهمه؟ غوري تخمدي، غوري يا بت. شكلك عايزه تقولي حاجه، قولي يلا سمعي. مالك شكلك زعلانه؟ انا مش زعلانه وبس يا متولي، انا هفرقع هطق من جنابي كده يا راجل؟ كده تضربني قدام بيتك وتهزقني؟ الله، مش اتصالحنا مع بعضينا بالاماره ما خدتك اسكندريه يومين بس؟ ايه رايك يا بنت؟ كانوا يومين زي العسل. يا عسل انت. من جهة زي العسل يا اخويا، فكانوا زي العسل، بس انت يبقى كررها. ومال نكررها ونكررها ونكررها. بقول لك ايه يا سي متولي،
أنا خايفة قوي يا متولي. إيه ده؟ خايفة من إيه؟ من إيه؟ من بكرة. بنتك يا متولي لو طالت ترميني في الرشاح هترميني وتدوس عليا كمان، وأنا وحدانية ومليش حد يقف لي. ما تقدرش، ده أنا كنت قطعت لك رقبتها. من الآخر كده يا سي متولي، أنا عايزة اسمي يتحط في عقد إيجار الشقة. زي ما بقولك كده يا متولي، يعني الواحد يا أخويا مش ضامن الظروف، وربنا يديك الصحة، يعني لا قدر الله لا قدر الله لو حصل حاجة محدش يقولي يلا انكشحي برا ويبيتني في الشارع. شكلك مش موافق، انت بتحسبني طمعانة؟ طب والله العظيم والله العظيم، ولا دمي يسيل زي المية دي يا متولي؟ انا مش طمعانة في حاجة يا اخويا، انا بس عايز اضمن يعني يا اخويا ان محدش يرميني برا. اخص عليك يا متولي، ده انت حبيبي يا راجل، ده انت قاعد هنا جوه القلب ومستربع. بقول لك ايه؟ ايه؟ اوف النوم بس هقول لك انا الاخ. هالة ايه يا بنتي؟ تليفونك مقفول كده ليه؟ كنت هنام. طب خلاص هجيلك وقت تاني. لا ومصحف ابدا. ايه؟ نبيلة لا عايزه منه حاجه. شاي. خشي اعمل لك شاي. اه بس كتري سكر عشان عايزاك تبقى روحي. داي ماشي. عيله ما تربيتش والله. هلا والله، كويس ان انتي جيتي، ده انا ببقى قاعده هطقم الزهق مش لاقي حد اكلمه فبنام. والنبي من سمعك وانا كمان. سمعت ان انتي اشتغلتي عند البيه اللي بيشتغل عنده سلام. اه اشتغلت انا والملزقه. دي مين يا اختي ملزقه دي؟ سهنة ملزقه عاليه بتاعت الحلاوه يا اختي. يا شيخ اه والنبي، البنت اللي تفتكريها طيبه وعلى نياتها طلعت ميه من تحت تبن، على راي المثل اللي تفتكره موسى يطلع فرعون. لا طالما دخلنا في فرعون بقى يبقى احنا محتاجين نركز واحنا بنتكلم. خدي السكر. خدي اه كترت، خلي السهره تحلى. قولي ايه بقى اللي حصل؟ بقول لك البت اول ما دخلت البيت وحطت رجلها قعدت تتدحلب كده على مين؟ على الواد سمير ابن صاحب البيت. يا شيخه اه وحياه امي زي ما بحكي لك كده، بس كلام في سرك؟ لا. دخلت يا بت اوديله القهوه لقيت الملزقه دي واقفه الواد قلع القميص. يا لهوي او النعم قلع القميص. اه كله كده ومفيش حاجه؟ مفيش اي حاجه. النصيبه مش في كده. امال النصيبه ان الست هانم عايزه تعمل عليا انا رئيسه. تقولي ايه؟ سيبك انتي، والله ما بحب اجيب سيره الناس. الهي يا رب اللي تجيب سيرتي تحت رحلتي يا رب. اه والله عندك حق. اه رابت ايه؟ بصي كده ليه؟ هو كان قلع القميص بس يا بت؟ عليا انا برضو. ما تسيبك يا اختي من القميص ومن عليا ومن الجو ده. مين الواد اللي زي القمر اللي كنت راكبه معاه العربيه ده؟ يا ساتر يا ساتر الله اكبر. اخص عليكي كده ليلى؟ تظن انا فيا الكلام ده؟ تظني فيا كده؟ والله ابدا، انا كنت بس عايزه اعرف العربيه الجامده دي احلى من عربيه سلامه. الواد ده مش شغال عليها، الواد ده شكله ابن ناس. يخرب بيتك. اه ابن ناس يا اختي ابن ناس، وعربيته اتبطي بقى. يا بختك يا بنت المحظوظه. يا بختي ايه؟ وانت فاكره ان انا مصاحباه؟ يا اختي ما تصاحبيه، فيها ايه؟ فيها ايه؟ لا يا حبيبتي ما فيهاش حاجه، بس انا مش مصاحباه. يا بختك يا بختك يا بنتي يا ليلى، شغلانتك دي حلوه قوي، شوفي فيها ناس كتير قوي رايحين وجايين وناس نظيفه وريحتها حلوه. يا بختك يا بنت المحظوظه. يخرب بيت عينك يا بت، يا بت ما انت عندك سلامه. سلامه مين؟ سلامه مين يا اختي؟ ده هيعيش سواق ويموت سواق. كانت نميله في حظنا الهباب. خشي انت لاختك. وانا بقول لك انت عايزها في ايه؟ ولا هي حاجه سر؟ لا مش سر يا اختي، خشي انديها بس وما تصدعناش. اقول لك لو المحروس اللي بعتك قول له خلاص بح
انتهى ما عادش فيه، وقول له كمان ما صدقت ومش هتسيب حقها على اللي عمله ده، وان كان فاكر ان احنا ولايا لا احنا ب100 راجل. في ايه يا سلامه؟ هو اللي بعتك؟ لا مش هو يا كابتن، شويه. لا مش هو اللي بعتني بليلة، ولو عارف ان انا جاي لك هيزعل مني. انا بس مش مصدق اللي بيحصل بينكم ده. ما ينفعش اجليلها كده، ومش هسيبك تخربي بيتك بايدك على فكره. تخرب ايه؟ ولتعمر ربنا فرجها. لا حول الله يا رب. انت مالك انت؟ انت مالك؟ انا بكلم جليلة. ايه اللي دخلك انت؟ لو سمحت يا سلمى اعملي لسلامة شاي. لو سمحت اعملي لسلامة شاي. دي خيبة ايدي يا ربي، ما صدقنا خلصنا. اقعد يا سلامة. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش هتلاقي زي فتحي. عارفه. طب ايه؟ ايه؟ اقول لك انا لو منك تقومي دلوقتي حالا تروحي تعتذري له وتبوسي راسه كمان عشان انت غلطانه، صح ولا لا؟ اقسم بالله انت غلطانه وانت عارفه. عارفه برضو. الله، امال في ايه؟ بقول لك يا بنت، بقول لك ايه؟ انا عارف ان انت جدعه وعارف ان انت بنت اصول وبنت ناس، سيبك من اختك دي، البنت دي مش هتنفعك ومش شبهك، انا عارف اللي انت عملتيه ده كان غصب عنك. ما تسمعيش لاختك عشان هتخرب عليكي، اسمعي مني، انا بقول لك كلمتين من قلبي على فكره، عشان انت زي اختي بالظبط، صح ولا لا؟ فتحي ما فيش زيه. انا عشت معاه سنين وعمري ما شفت منه حاجه وحشه. بالعكس ده استحملني واستحمل سلمى، ولما بابا مات ما سبناش ولا طلب مني مليم واحد، وعمره ما سألني عن اللي سابه أبويا أو اللي سابته أمي. هو صحيح يعني مش ورث، بس أنا عمري ما حسيت في حياتي إن في نيته أي حاجة وحشة من ناحيتنا. الله، أمال فيها يا بنت؟ تعبت يا سلامة، تعبت. فتحي صحيح طيب، بس إيه آخرة الطيبة دي؟ تقصدي إيه؟ تعبت من التفكير، تعبت من ان ابص لكل الستات اللي حواليا والاقي كل واحده شايل عيل والتاني وانا زي ما انا. قلبي بيوجعني لما بسمع كلمه ماما بتتقال لكل اللي حواليا وانا ساكته وعامله نفسي مش واخده بالي. مش هكدب عليك، انا لسه بحب فتحي وبحبه قوي كمان، لكن رغبتي في ان اكون ام اكبر بكتير من حبي ليه. طلاقي منه ممكن يكون فرصة ليا في ان اكون ام يا سلامة، عشان خاطر يا سلامة ما تقولوش ان انا قلت لك الكلام ده. جرابت هو انا عيل ولا ايه؟ اقسم بالله ما يعرف اني جيت لك. معلش برضه انا باكد عليك، يمكن لسانك يغلط كده ولا كده، او تحاول تصلح الامور زي ما انت بتعمل دلوقتي. واوعى يا سلامة تخليه يجي هنا. فتحي لو جه هنا انا مش هقدر اقول له لا، ومش هقدر اقول له انا مش راجعه لك. طب يا جليلة حاولي تراجعي نفسك يا بنت وتفكري. ما تقولهوش ان انا سبته عشان عايزه اخلف. انا مش عايزاه يحس ان هو كراجل ناقصه اي حاجه. والله العظيم حرام. حرام يبقى اتنين بيحبوا بعض ويحصل معاهم كده. ما تعرفش الخير فين؟ يمكن اللي حصل ده يكون خير ليه قبل ما يكون خير ليا. وخلي بالك مني يا سلامة. آخر كلام. مفيش سكر. طب بالإذن يا أختي. حلو قوي. تقي المحروس بعتك تحنن وتسلك وهو يجي يرشق، صح؟ لا والله. إيه؟ بصراحة ما قدرتش أنام غير لما أجي أطمن عليكي. طب اتفضل اتفضل. ايه هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ لا لا ابدا ابدا ابدا. بس مين الكابتن؟ وانت مالك انت؟ يبقى مين؟ ايهاب المجري رجل اعمال. وحضرتك مين؟ سلامه سواق بالاجره. الله، في ايه؟ سلمى سلمى، عيب ما يصحش كده. لا مش عيب، مش عيب خالص. تمام. السواق بالأجرة ده أرجل من أي حد تعرفيه،
على الاقل جدع وابن بلد وبيفهم في الاصول. ما تبقاش تطلب شاي يا باشا، اصل ما عندهمش سكر. اسكر معلش يا ايهاب، ما تاخدش في بالك يا ايهاب بيه، اتفضل اتفضل. هو في ايه وماله بيتكلم معاكوا كده ده؟ معلش المكان يعني مكاني يا سلمى، بس ما انت عارفه انا كنت ايه؟ وانا مش حكيلك على كل حاجه؟ برضه الناس مقامات، وانت كنت حاجه وبقيت حاجه تانية، هو ده المهم. انا هعمل شاي والسكر واحنا عندنا اكتر منه. وانا اسف جدا يعني ان انا جيت في وقت مش مناسب وما اديتش تليفوني يعني قبل ما اجي، بس انت عارفه سلمى حد مهم جدا في حياتي، واي حاجه بتحصل لها وبتاثر فيها كانها بتاثر فيا انا بالظبط. بصراحه انا كان ليا كلمتين ليكي عايز اقولهم لك. انا عارف ان الوقت مش مناسب وان انا يعني بتدخل في اللي ماليش فيه. سلمى كانت حكيت لي عن انفصالك من جوزك. بصراحه لو اقدر اعمل حاجه او يعني احاول ارجع المايه لمجاريها هكون مبسوط قوي. لا، الامور مش هترجع لمجاريها. اللي عمله كبير قوي يا ايهاب، وانت جايتك هنا اكبر بكتير من اي حاجه. الكفرة اللي ما عندهمش انسانيه يضربوا النار كده من غير لائحم ولا دستور، مع ان في هدنه واتفاقيه. انت غفلانه عن معامله اليهود يا ست فتحيه. يا لهوي على اللي كانوا بيعملوه. انا بقى مش عارفه انت كنت واعي ولا لا، انت كنت لسه صغير. كانت صفاره الانذار تنطلق من هنا علشان احنا نسيب بيوتنا ونجري، بس احنا لا، ما كناش بنسيبها عشان بيوتنا دي كانت قايمه علينا. هي صحيح كانت قديمه لكن قويه وصلبه. كنا بندهن الازاز ازرق ونطفي النور عشان ما يعرفوش ان احنا جواها. قول لي بقى، اهم دول كيلو كده، الكيلو بقى بكام؟ بخمسة جنيه يا ست فتحيه. خمس عفاريت لما يركبوه. هو انت فاهمني كبرت وخرفت ولا ايه؟ انا قاريه التسعيره في الجران قبل ما اجي. تسعيره ايه يا ست فتحيه؟ ما تصلي على النبي امال. عليه الصلاه والسلام، هو انت تسرقني وتقول لي صلي على النبي؟ خد، مفيش غير 3 جنيه اهم. سلامه. بقول لك ايه؟ ما تاخدنيش يا اخويا كده لغايه المترو، اصل رجلي وجعاني ومش قادره امشي. ابن حلال يا سلامه، انا كنت رايحه السيده زينب عشان ازور. اوعى شويه كده يا ساميه فسحي. ايوه ازيك عامله ايه؟ يلا خدني معاك بقى. كب يا هلا. ايوه جاي يا محمد. تعالي، والدتك بتسال عليكي. خير ياما، ايه اللي جايبك؟ في ايه؟ طب اعذريني انا بقى يا ست الكل، معلش مش هقدر اقعد معاكم. اتفضل، عذرك معاك. عن اذنك. تعالي تعالي، انت هتتنحي من دي. تعالي ياما اقعدي يا ست. ما تقعدي. في ايه؟ ايه اللي جايبك؟ جاي اشوفك بتشتغلي فين، والشغلانه اللي مش عاجبه ابوكي دي. يا اختي ما كنتي سالتيني في البيت وكنت رغيت لك على كل حاجه. يا هي وانت مستعريه مني ولا ايه؟ ايه ياما الجو القديم ده؟ بس انا كنت عارفه انها شغلانه حلوه. هو ابوكي ده اللي فقري. يا ساتر يا رب. انت عارفه يا بت انا عملت اللي عملته ده من شويه؟ لا، من عمايل السودا، من العيشه الفقر اللي انا عشتها معاه. يلا يلا بلا خيبه. المهم طيب يا خيام، وانت مالك يا بنت؟ عايزه اطمن عليكي. ريحي نفسك يا اختي، باخد 1500 جنيه. حلو حلو، من الاكل والشرب عليهم. الله، بتدرقيني كده ليه؟ صح صح. والوله الوله سلامه بياخد كام؟ يا بنت انطقي يا اختي. سلامه مين اللي انت حاطاه في نافوخك ده؟ يبقى اكيد
حطيش عينك على حد هنا. حتى لو حطيت عيني هيشوفني على ايه باللي انا فيه ده؟ يا بنتي ده انت قمر. انا متأكدة ان انت دلوقتي نشنش على حد هنا هيشيلك من الهم والفقر اللي انت عايشه فيه. والنبي ما عارفه اقول لك ايه. قولي فرحي قلبي. الواد سمير بيه ابن عبد العزيز صاحب الهلومه دي كلها. ما اقولكيش الواد قمر. قمر ايه؟ ناوي على ايه؟ ناوي على ايه بس ايه؟ الواد هيتجوز الشهر اللي جاي بس عين امه. ماله يا اختي؟ الواد اعمى. اعمى؟ وماله؟ اعمى اعمى. الفلوس تخليه له مليون عين. بس انت ما تعرفيش حاجه. البت عاليه الملزقه لازقاله يا اختي. هذه حلوة؟ ايوه. طب بصي بقى. ايه؟ انت تركزي معايا. الواد ده يجي منه. تقصدي ايه؟ يا بنت ما تبقيش هبله زي امك. اسمعي كلامي. ما تخيبيش خيبتي وتعيشي العيشه السودا اللي انا عشتها. كل الرجاله تحب اللي يدلعهم ويهننهم ويحسسهم انهم ياما هنا ياما هناك. اسمعي الكلام. ايوه يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني حنني قلبه خليه يشوفك. اقول لها ايه؟ السمع ايه؟ اقول لك الواد اعمى. اعمى ما بيشوفش. يا بت هو لازم يشوفك بعينيه. يشوفك بعينه. يشوف حنيه قلبك عليه. يشوف ان انت محسساه ان ياما هنا ياما هناك هو كل في الكل ويستاهل احسن من اللي هو فيه. ايوه ده يجي منه ايه يعني؟ هيجي منه يا بت. هيجي منه. يجي منه ان انت تحنيني قلبه وتخليه يحطك في دماغه ويفكر فيكي. وبعدين يعني؟ اعملي بس اللي انا بقول لك عليه. وبعدين دي سيبيها عليا انا. تلج في التلاجه والله. اشكرك اشكرك. مراد بيه مبسوط منك قوي يا واد يا حسني. بيقول ان الاستاف بتاع المره اللي فاتت اللي انت جبته كان جامد جدا وعلى له دماغه. ده انا تحت امر الباشا. دوحة بتقول لي انك كنت عايز تسافر. يا سلام يا باشا، ده لو حصل ابقى خدامك. عايز تروح فين؟ وكمان هنقى سعاده الباشا. يا ابني انا ليا معارف في كل الدنيا، قول لي بس عايز تروح فين؟ على وضعك يا باشا طبعا، ده انت نار على العالم. انا من ايدك دي لايدك دي، اهم حاجه نروح ناكل عيش في اي حته. انت معاك ايه؟ معيش دلوقتي يا باشا، بس الواد حماده اديلاس عنده استحمام صح، هجيب لك يعني. لا 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 لا، انا ما اقصدش، اقصد معاك شهاده ايه؟ انا خريج كليه اداب جامعي. متعلم بقى. يا باشا انا اداب تاريخ. وتاريخ كمان مع ان مش باين عليك. نعمل ايه يا باشا بقى؟ ما الدنيا قاعده بتلطش فيا وما سابتش قلم اللي مدتهولي. يخرب عقلك يا واد يا حسني، ده انت طلعت بتاع مدارس ومتعلم يالا. ايوه متعلم، بس هنيجي ايه جنب العلام اللي عند حضرتك يا انسه؟ قصدي قصدي يعني والله ما انا عارف اقول ايه يا باشا. خلاص خلاص يا حسني خلاص. أي حاجة تانية عايزها؟ لا يا باشا ده أنت اللي تؤمر. أنا عايزها بقى المرة دي زي المرة اللي فاتت، عايز دماغي تعلى على الآخر. يا سلام، ده أنا هعليها لك بنفسي يا سعادة الباشا. هوا ماشي هوا. تعالي يا أمير. أنا ممكن أعرف إيه اللي في دماغك بالظبط يا ستي؟ شوفي يا أمير، الشقة دي مقفولة من يوم أمك ما ماتت الله يرحمها، وأيامها أبوك أصر إن أنا أسيب الشقة وأطلع أعيش معاكم، ومن شوية اتفقت أنا وهو إن إحنا نسيب لك الشقة اللي فوق عشان تتجوز فيها. أتجوز يا ستي؟ أنا فين والجواز فين؟ وبعدين أنا لو اتجوزت في أي حتة في البلد لازم تبقي معايا، ما أقدرش أعيش من غيرك ما أنت عارفة. لا يا حبيبي، دوصية أمك الله يرحمها إنك تتجوز في الشقة اللي هي اتجوزت فيها، وبعدين أبوك خلاص اتفق مع الصناعية وهيخلي لك الشقة زي الأصل. ربنا يخليك لي يا رب ويديك طولة العمر، أنا بموت فيك يا أقسم بالله. الله يخرب بيتك يا حسن. يا سلامة تعالى.
مروحة، ايه المكان الحلو ده؟ السلام عليكم. تصدق بالله؟ ده أنا أول ما شفتك على الباب أكيد لقيت لي إيه. أوبا، المكان الحلو ده؟ أعمل إيه بقى؟ ما الواد حسني عمال أكلمه وما بيردش عليا، من ساعة بشتغل هنا طارنا ابن ال. طب يلا، تعال، تشرب إيه بقى؟ لا مش عايز حاجة. يبقى أنت مكسوف مني. لا كسف منك إزاي ودي تيجي؟ طب بص بقى، أنت هنا ضيفي، مش ضيف حسني، وضيف سامية أكنه صاحب مكان بالظبط. يعني اللي تأمر بيه يتنفس في الحال. ماشي، يبقى نشرب أي حاجة. أي حاجة أي حاجة؟ لا كده كتير. والله ما كتير، بس أنت قول. أقول إيه؟ كنت عايز. عايز إيه؟ عايز حسني، في حوار بيني وبينه كده. طب يعني اللي أنت عايزه من حسني ما يتقاليش أنا؟ يا ريت كان ينفع، والله ما ينفع. يبقى أنت لسه مكسوف مني. لا مكسوف منك، عيب تقولي كده على فكرة، أنت أكتر من أخ. 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 طب يلا أقول. يا بنت ما ينفعش أقول. إيه ده؟ مش ممكن. أستغفر الله العظيم يا رب. أعز أصدقائي مع أعز صديقاتي، إيه اللي بتعملوه ده؟ إيه ده؟ عايز إيه يا حسني؟ في إيه؟ عايز صاحبي. إيه ده أنتوا جايبين لي موزة يا سامية؟ بتغنيه؟ كمان بلدي؟ عايزك في حوار يلا. إيه قول؟ يلا في إيه يلا يا سامية؟ مش غريبة دي مننا وعلينا يعني. سامية مش غريبة؟ آه. ماشي، طب شخشك جيوبك بقى عشان أخوك بيكح تراب. الواد فتحي قاعد عندي بقاله كام يوم والدنيا بايظة. شخشخ ياه، في إيه؟ عايز فلوس يعني؟ آه عايز فلوس. يا لهوي، طب ما قلتش ليه؟ أي يا عم أنت في إيه؟ ما قلتش ليه؟ أنت في إيه مالك؟ أنت بتقلك لما تبقى محتاج فلوس سامية مش هتديك يعني؟ على فكرة بقى دي جدعة أوي 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 وبنت حتتنا وعمرها ما تعز حاجة على حد بتحبه. يا عم دي جايبة لك موز. جايبة لك موز؟ أه معفن. اخرج انت منها يا حسني، مالكش دعوة. في ايه يا سمسمة مالك داخلة حامي عليها كده ليه؟ عينك هتطلع على الواد من امتى يعني؟ من امبارح. يا دي حسني جرى في ايه؟ طب وفيها ايه يعني؟ مش الواحد لازم يقول الحقيقة. اصل انا بصراحة من ساعة ما عيني جت في عينيك وانا حسيت كده اني لأول مرة بشوفك. ايه؟ عيب؟ حرام؟ لا من ناحية عيب لا، لكن من ناحية حرام لا برضه. عجبني، دخل مزاجي، حسيت كده ان هو ده اللي روحي رايحاله. جرايه يا جدعان، انتوا هتغنوا عليا ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يغني عليك، ده انت يا اخويا تغني على عشرة زينا. امال في ايه طيب؟ ما تهدي يا قطة. طب ما انت حلو اهو بتلون. بلون بس؟ انا بلون وبرسم كمان. اوعى ايه؟ عشر موز ولا ايه؟ هروح انا. اخيرا شرفت يا ست هانم. نعم، في حاجه؟ لما اكلمك تديني وشك، هو انا خدت ايه من قفاكي؟ ما تتكلم كويس بقى. هو ايه؟ حالك محشي عمالين نغرف منها وما بتخلص. انت ازاي تخرجي من غير ما تقولي وكنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. انت مش قلت لي مالكيش دعوه بيا خالص ومفيش منك غير البت؟ تقوم تمشي كده على مزاجك؟ ايوه همشي على مزاجي، واللي عندك اعمله، ومن هنا ورايح مالكش كلمه عليا خالص. سامع؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه بقى انت فاكرني هفايا ولا ايه؟ يا رب انت عشان تسمع الكلام ده. ايه بقى؟ سامع ولا لا؟ انت لازم تضرب كويس عشان تسمع الكلام كويس. عيب قوي لما يكون في بينا ميعاد وما تجيش. كنت تعبانه، نمت يا اخويا زي السطيحه. خير؟ الف سلامه. بقول لك النبويه، ما تدوقيني الحمص بتاعك. حاضر يا اخوي، اتفضل. يا سلام. انا زعلان يا نبويه، وزعلان قوي كمان. يا بنت ما يغركيش شكلي، ده انا دماغي دي متكلفه وعجبك قوي كمان. عايز ايه؟
عايزك. نعم يا روح امك. عايزك تفتحي مخك معايا. معلش فهمني، اصل انا يا اخويا فهمي على قدي. ومال؟ بص يا نبويه، سلامه مش هينفعك ولا حسني كمان، هما الاتنين عيالة فندية كل واحد فيهم حاسس إن هو صايع ولافف وفاهم الدنيا وحاططها في جيبه الصغير، بس الحقيقة بقى إن هما الاتنين طيبين وغلابة على الآخر. على فكرة أنت فاهم غلط. غلط صح، مش ده المهم، المهم إيه اللي هيجي من ورا معرفتنا إحنا الاتنين ببعض. طب ما تفطمني. ما أنا استنيتك وأنت ما جيتيش يا نيبو. ماشي. هتكون فين النهارده بالليل؟ انت عايزاني اكون فين؟ شوف لنا حته هاديه كده نتقابل فيها. ومال حلاوتك. سلام يا عزيز. سلام يا خفيف. القهوة يا أستاذ سمير. شكرا يا علي. شكرا شكرا. قهوة حضرتك. في حاجة يا أستاذ سمير؟ بضحك عليك. هو أنا عملت حاجة غلط؟ أصل أنت حطيتي القهوة كأني أنا شايف وعارف مكانها فين. أنا آسفة جدا ما قصدتش معلش. لا لا خلاص خلاص شكرا. بقول لك إيه يا علي؟ أنا زهقان. تعالي نخرج. إيه ده؟ أنت قلقانة مني؟ على فكرة تقدر تقولي لأ. في الحالة دي أنا هخرج لوحدي. طيب بس هنروح فين؟ مش عارف يعني أنا. تعالي نروح نتمشى على الكورنيش وسط الناس. بس زمان ما عملتش كده. للأسف كل اللي حواليا مش واخدين بالهم إن أنا ممكن أبقى محتاج حاجة زي كده. حاضر. رايحة فين؟ عند سلامة. لا لا سلامة مش هنا مع بابا. تعالي ناخد تاكسي، إيه رأيك؟ أظن كده هتبقي مطمنة أوي، صح؟ طبعا أنا لو بشوف كنت شفت ابتسامة حلوة ووش بالي. يلا بينا. نفرتيتي بيج سمول بريفير اي بريفير بيج وان جود تشويس ثانك يو هاي وات دو يو ثينك لاف ذس جود برايس صباح الخير يا ليلى. صباح النور. قدامك قد ايه وتروحي؟ زي ساعة كده. طيب بعد ما تخلصي تجيني الفيلا على طول. لا والله ما هينفع عشان ابويا لو عرف. أنا ما عنديش أعذار. أنا عايزك في الفيلا ضروري، أوكي؟ وبالمناسبة لما تشوفي حسني قولي له إن أنا عايزه ضروري. حسني؟ أيوة حسني. إيه أنت ما تعرفيش إن إحنا بقينا أصحاب ولا إيه؟ على فكرة ده طلع ولد ظريف جدا
عارف ازاي يخليني احبه. اوعي تتاخر يا السكة دي مش بتاعتنا يا إيهاب. هو يعني السكة اللي احنا فيها دي بتاعتنا؟ بس على الأقل فاهمين السكة. وهنفهم دي كمان. وخلي بالك الصفقة دي اللي هتريحنا بقية عمرنا كله. ادخل. حضرتك طلبتني؟ اه طلبت. هقول لك رأيي مرة تانية. ماشي يا عمر، اتفضل. تحت أمرك. تحت أمري. اتفضلي يا عودة. إيه تحت أمرك دي؟ أنت مالك رسمي أوي كده ليه النهاردة؟ أنا كنت عايزة من حضرتك طلب مهم أوي بالنسبة لي. طيب والحاجة المهمة اللي أنت عايزة تطلبيها دي؟ محتاجة انك تبقي رسمي قوي كده؟ يعني قول يا ستي وكل اذان صغير. اولا انا متشكرة قوي انك زرتنا امبارح، دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. ما انا بصراحة كنت عايزة اطمن عليك، يعني كنت عايزة اطمن عليكم فقلت لازم اجي بنفسي. بصراحة انا كنت عايزة اطلب منك حاجة، هو إن جليلة أختي تشتغل معايا هنا. سبحان الله. تعرفي؟ أنا بعت لك دلوقتي علشان أقول لك من بكرة تجيبي جليلة عشان تستلم معاها شغل. بجد؟ بجد. متشكرة قوي. إيه؟ شكلك عايزة تقولي حاجة. بصراحة اه. هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ فكر شوية كده وانت تعرف انا بعمل معاكي كده ليه؟ عندك كم سنة؟ عندي 28 سنة. اه صغيرة يعني. طب قولي لي انت حبيتي قبل كده؟ ايه؟ مش عايزة تتكلمي؟ لا بس انا مستغربة سؤال حضرتك. لا لو مش عايزة تتكلمي خلاص هتكلم انا بقى. انا بس ممكن اسأل حضرتك ليه انا واشمعنى انا؟ عشان حسيت ان انت مش هتضحكي عليا ولا تاخديني على قد عالي ولا تتكلمي معايا بس علشان انا اعمى او انت موظفه عندي. الحقيقه انا عمري ما كان ليا اي تجربه عاطفيه. بس ده كلام غريب عشان انا متاكد ان انت حلوه. الحلاوه مش كل حاجه. اه صح معاك حق. انا يا ستي بقى حبيت حبيتها قوي مراتي كزميله ليا في الجامعه. اصلا انا خريج فنون جميل يعني كنت بشوف الحياه كلها الوان والناس برضه بشوفها الوان. مراتي دي كانت لون غريب ما يتوصفش عشان كده انا حبيتها. كنت بشوف ناس بلون الزرع وخضار وناس بلون السماء وصفائها وناس بلون الدم وناس بلون الليل وسواده اللون الاسود اللون الوحيد اللي انا بشوفه دلوقتي لون الضلمه يا علي.
طيب مش يمكن ربنا خد منك حاجات علشان يديك حاجات كتير احسن؟ خد مراتي وبنتي. مراتي وبنتي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. بس فاضل ايه تاني في الدنيا؟ انت عارفه ان انا بنتي كان ممكن تعيش لو اي حد من اللي ماشيين على الطريق بالعربيات نزل وانقذنا وخدنا الارض مستشفى. بس ده قدر. لا ده مش قدر اطلاقا، مش قدر. دي ناس فقدت الاحساس باهميه الحياه. انا لا يمكن كان اعمل كده. كان ممكن اعرض نفسي لمليون مساءله عشان انقذ ناس. كان لو كنت قادر طبعا. ماشي خلاص الحمد لله. انا مش عايز افتكر الموضوع كله. عايز اسالك سؤال، انت نفسك في ايه؟ نفسي ابقى مبسوطه ونفسي كمان امي تبقى مبسوطه. طب الانبساط ده بالنسبه لك ايه؟ فلوس؟ يمكن. انا فكرت كتير قوي اذا كانت السعاده هي الفلوس، بس لقيت في حاجه جوايا بتقولي لا، السعاده حاجه تانية خالص. الحب مثلا؟ ما جربتوش. انت طيبه قوي يا عليا قوي. انا هقول لك كلام تفتكريني بيه طول عمرك. مش الفلوس هي السعاده، ولا الحب، الامل. الامل وصل. انا لما ماتت مراتي وبنتي كرهت الدنيا كلها. كنت اتمنى اني انا اموت. لما رجعت تاني وقررت ان انا اعيش كنت عايز حاجه تانيه جنب القرار ده. احساس بالامان لما كان بيغيب كنت ارجع تاني واقول يا رب اموت، مش عايز اعيش بقى خلاص. شفت بقى قد ايه قيمه الامل؟ ارحمي نفسك شويه، لسه اليوم طويل. عنك يا سمير. لا 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 دول تقال عليك يا تميم. ده انا قد كده 100 مره وبشيل. لا لا دول تقال. وبعدين اقول لك على حاجه، انا بحب اعمل كل حاجه تخصني بنفسي بعد اذنك. هو انت زعلت مني يا سمير؟ لا خالص. انا ازعل منك ليه؟ انا خايف انت اللي تزعلي من كلامي. شوفي يا تميمه، انا من صغري متعود بجد اعمل كل حاجه تخصني او تخص شغلي بنفسي. انت عارفه لو ما كنتيش معايا النهارده انا كنت همسح واكنس مكانك. كلام حلو سليم. انا هروح اجيب سندوتشاتنا كلها، اكيد انت على لحم بطنك. لا خليك، انا هروح اجيب. لا 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 انا لا جب... والنبي انا هروح اجيب. يا بنتي استني، انا في دقيقه هروح اجيب. طب ثانيه نشوف مين على الباب. لحظه. هاي، انا قلت اكيد مش فاضيين فدي حاجه بسيطه كده يعني. متشكر قوي بس يعني. انا جارتكم هنا في الشقه اللي قصادكم، يعني يا ريت اي حاجه محتاجينها شاي او اي كده ما تتكسفش. شكرا قوي. لا شكرا على ايه؟ لا احنا جيران يا ابني، وحضره سيدنا النبي محمد وصى على سبع جار. ربنا يخليك يا استاذ. رأفت. رأفت سامي والد مريح. اهلا وسهلا، اهلا بيك، نورتوني. اهلا. شكرا. العفو، بالاذن. اتفضل. سعيده يا ابني. يلا بسم الله. لا لا يا استاذ امير ما تاخدش منه. ايه في ايه؟ ده بتاع مسيحيين، لا يكونوا حاطين فيه حاجه حرام. يا بنتي الناس المسيحيين دول عارفين ايه في ديننا حرام، واكيد مش هيحطوا لنا يعني. ويبقى عندنا حلويات. كلي كلي. والنبي يعني لولا ان انت اكلت منه انا ما كنتش ممكن ادوقه ابدا. وحش قوي على فكره. لا حلو قوي على فكره. لا وحش. اه حلو. مش فاهمة هو ما بيردش ليه، ده غريب جدا حسام ده.
هتعملي ايه دلوقتي يا بت سلايل؟ هتروحي المراد ولا تنفضي؟ لا انا هنفض، لا صراحه هنفض، بلا هم انا لسه هروح. يا بنتي ما هو انت لو ما روحتيش ممكن الراجل يجي تاني يوم ويقول لك يلا مع الف سلامه، المركب اللي تودي، يلا باي باي مع الف سلامه القلب يدعيلك. ما انا برضو حاسه ان في حاجه في الموضوع ده غلط، في حاجه مش مريحاني كده. رعبت انت يا بت ولا ايه؟ ما تروحي. ايه ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو مفيش حد اصلا يقدر يعمل فيكي حاجه غير لو انت عايزه، وانت مش عايزه خلاص. ولو جه جنبك سيبيه وامشي، سيبيه والمكان كله وامشي، هعمل لك ايه؟ انت الاقوى. روحي يا بت سلايل. انا جيت اهو افندم. طب اقعدي بس. سيب ايدي. عايزين نتفق. على ايه؟ انت هتفضلي في عب جابر ده كتير. الله جوز. سيبك من جو جوزي وجوزك ده، ده كلامه خلص. انا بسال سؤال، انت مش عايزه تطلعي سلمه فوق؟ بقولك ايه يا بكر، بقالك كام يوم كده يا اخويا قاعد بتلون وبتاخدني وبتجيبني معاك كده في الكلام، ايه في ايه؟ بص يا نبوية، طول ما انت في عب جبر المعفن ده مش هتوصلي لاي حاجه خالص، لكن معايا بقى ممكن تبقي حاجه تانيه، بس سوا سوا. ها هتخلعي منه وملكيش دعوه. انجز اخرك ايه؟ اخري فل ان شاء الله وعسى. يلا سلام. صحتك مورو. مساء الخير ليلى. اتأخرتي كده ليه؟ ده حسني هنا من بدري قوي. ما حياتك انا جيت اهو زي ما حياتك عايز. خير؟ كان في حاجه؟ خير طبعا. احب اعرفك العم سام. الو. أنا بقول له العم سام، هو اسمه سام بس أنا بقول له العم سام. تصوري يا ليلى عايز يطلع يسهر بره عشان يفرفش ويضحك. قلت له طب وليه؟ ما احنا عندنا هنا في الفيلا ممكن نضحك ونسهر ونعمل كل حاجة وأخليك تفرفش على الآخر. أوكي سام. أوكو مورو. هنجربك في المزاج والفرفشة. بس يا ليلى يا باشا مالهاش في الفرفشه. انت حد اذنك تتكلم؟ انا اقصد يعني انها مالهاش في. خلاص قوم قوم رص الحجر اللي باشا ولا عايزه يزعل منك. حاضر يا باشا. وانت يا ليلى عندك فستان فوق عايزك تلبسيه وتنزلي عشان تفرجينا على راسك. يا باشا ليلى ملهاش في الرأس. انت مجنون! مجنون يا ابني! روقوه! ما تبصيش يا ليلى! ما تعمليش اللي بقولك عليه ده! يا ليلى! تقفي بتعملي ايه؟ روحي! روحي! مش هتروح! ليلى مش هتمشي! لو مشيت انت مش هتمشي من هنا سليم. سليم وانت يا ليلى هترقصي.
الصراحة أنا كنت قلقانة منك. ليه؟ أنا ما بخافش لدرجاتي. أنا متشكرة قوي على النهاردة. بس أنت ضحكت عليا. ليه؟ يعني سألتك سؤال ما جاوبتيش عليه. اللي هو؟ حبيتي قبل كده؟ حبيت في خيالي. في الواقع أنا عمري ما حبيت. لما كنت في المعهد كنت بخلص محاضرات واجري بسرعة قبل ما أي بنت تتكلم معايا وتعرف أنا بشتغل إيه. أصل أنت ما تعرفش البنات وحشين مع بعض قد إيه. وبعد كده بقوا العرسان كل ما يقول لي يهربوا بسبب شغل انت. عشان كده قررت اني اسيبها واجي اشتغل هنا. انت عايزه تتجوزي؟ مفيش بنت مش عايزه تتجوز، وخلاص انا بقى عمري 28 سنه. تتجوزي اي حد؟ حلمت كتير وتمنيت كتير. لا الحلم قدرت احققه ولا الامنيه جت على مقاسي. بس انت كده يائسه قوي. لا انا فاهمه نفسي كويس وعارفه مكاني. لا لا يا علي لا، هي مش كده. ممكن تطلب مني الطلب، ممكن ما تفكريش بالطريقه دي. انا ما بحبش الموظفين اللي عندي يبقوا ياسين لدرجاتي. امال انا اقول ايه؟ انت سمير بيه؟ سام. مسكتي ليه؟ شفتي بقى؟ كل واحد فينا عنده مشاكله اللي محدش يقدر يحس بيها الا هو. صح؟ سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده؟ قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل اكتر من كده. نزلت دموعي من عيني، قلقت من الطيبة اللي فيا، ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسية. الدنيا جارحة ومتعبة وناس كتير متعصبة، شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسبسبة. لفت دماغي وقلبي تاب، يا ترى اللي جاي جراح وقار ولا اللي قالوا مجروحين؟ دول ناس ما فهموش الحياة. سألت كل المجروحين سام. سام حبيب قلبي. ايه مورو؟ مش وقته خالص، احنا عندنا ميعاد مهم جدا لازم نروحه. لا انا بعرف ارقص مورو. يلا حبيب قلبي يلا يلا. اوه يلا حبيبي. نصيحة مني يا حبيب قلبي، لازم تعرف انت عايز ايه من الدنيا، وايه اللي تقدر عليه وايه اللي ما تقدرش عليه. واهم حاجه بقى اللي عايزك تعرفها كويس قوي، ان انا لما بقى عايز حاجه لازم اخدها مهما حصل، مفيش حاجه بتقف قصادي. وانت مالكش اي قيمه عندي، افعصك بين صوابعي بدوس عليك. اوكي؟ في الموضوع اللي قلت لك عليه. موضوع ايه؟ وانا مش قلت لك عايز اقابل ابوكي ولا ايه؟ وانا قلت لك قبل كده مش وقته. هو فيها هالة؟ انت بتغير ليه؟ لا متغيره ولا نيله، انا فيها اللي مكفيني، هو بس ربنا اللي اعلم بيا. طب مش يمكن لو اتجوزنا المشاكل دي كلها تتحل؟ مؤاخذه ما قلت لك مش وقته يا سلام.
وايه اللي مش وقته؟ انا مستعجل. يا اخويا مستعجل على ايه؟ ما انت عندك توضيبات قد كده في الشقه، وانا عندي حاجات قد كده في جهازي لسه ما جاتش. الله يا بنت، توضيبات ايه اللي بتتكلمي عليها انت عبيطه؟ اقول لك حاجه، انا لسه مغير الغساله والبوتاجاز ما يجيش من قيمه سنه، هيبقى فاضل لنا شويه حاجات خفيفه كده، اوضه نوم تتظبط، الدنيا كلها تتظبط. نعم سمعني كده، عفش الا قديم اللي ادخل عليه يا سلام، وعليا النعمه من نعمه ربي ما ادخل الا على عفش جديد وجهاز جديد ويجي لي شبكه ويتعمل لي فرح، واحسن فرح فيك يا حاره ما اتعمل لبنت غيري. العفش قديم ايه؟ هو فيها هاله؟ انت في حد مزعلك يا بنت؟ انا عارفك، ايه اللي حصل قولي لي. قرفت، قرفت قوي. انا امتى هبقى زي كل البنات يا سلام؟ انا طول عمري هفضل تحت كده؟ امتى احس ان انا ليا قيمه كده وماشيه مبسوطه كده؟ امتى يا بنت ليكي قيمه؟ طبعا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ده انت مقامك اعلى من اي واحده في مصر. بلا قيمه بلا زفت بقى. انا الملزقه اللي كانت بتلف على الحاره وعلى نسوان الحاره كلهم وتيجي تسترزق مني انا تعمل فيا كده في الاخر؟ تقصدي عاليه هي عملت حاجه؟ بص انا مش عايزه اعمل مشاكل، وشايله وحاطه في قلبي وساكته وكاتمه بقي، هعمل ايه؟ نصيبي كده. عملت ايه يا بت؟ دي بهدلتني يا سلامه، بهدلتني. مسكتني في الفيلا وقالت لي انت هنا حته خدامه وانا المدير عليكي ولازم تسمعي كلامي، وانا اللي مش عايزه اعمل مشاكل اقول لها عيب يا علي، ده احنا جيران واحنا ولاد حته واحده، ده احنا يا بنت اصحاب. تقول لي لا يا اختي الدنيا بتتغير وكل بني ادم بيعلى، بس انت سبب، انت اللي عملت فيا كده، لولاك ما كانتش امها حتى عرفت تتعالج. دي وصلت بيها انها قالت لي لو مش عاجبك امشي غولي في 60 داهيه، بس انا قلت لها لا انا مش هسيب شغلي، انا قاعده في المكان ده عشان اجهز نفسي، مش عايزه حد يقول ان له فضل عليا في يوم من الايام. ماشي معلش يا اختي، حقك عليا. يلا يلا قوم اروح. طب خلاص سيبني يا سلام انا متضايق. يا بنت خلاص بقى، خلاص انا هحلل القصه دي. تعالى لازم نسننك الاول يا تمام. سننوني يعني ايه؟ هو انا عيله صغيره؟ يا بنتي ما هو التسنين ده ملوش علاقه ان انت كبيره ولا صغيره، واهم حاجه عندنا دلوقتي ان العوام يقولوا ان انت بنت. طب وهنعملها ازاي دي؟ مالكيش دعوه انا هتصرف. ايه مالك بتفكري في ايه؟ زمان جابر دلوقتي قلب الدنيا عليا. وهو انت غلطانه يا تميمه، ايه اللي خلاكي تروحي له تاني؟ انا عارفه بقى، لقيتها اتعكت وتنيلت قلت ارجع وخلاص. ما ينفعش، احنا بعد ما نخلص ورقنا باذن الله ارفع لك قضيه طلاق واخلصك منه خالص. ماشي، بس اهم حاجه ان احنا نوصل للعوامي ده ونخليه لازم يدلني على طريق اهله. ان شاء الله هنوصل له ونخلص كل ورقنا. ماشي، ربنا يخليك يا استاذ امير، والله ما انا عارفه اودي جمالك دي فين. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي خالص. احنا اهم حاجه نخلص كل الاوراق اللي احنا محتاجينها والحاجه تبقى زي الفل. يلا بينا عشان تعبان. بس يلا يا تميمه، بقول لك تعبان. بس تفتكر ان الوقت مناسب ان انا فاتح جليله في الموضوع ده؟ انا حاسس ان موضوع طلاقها ده مأثر عليها. مالكش دعوه باختي، انساها خالص، هي اصلا ما كانتش طايقاه. يعني فاتحها عادي؟ وتفتحها ليه؟ انا اصلا ما حدش له كلمه عليا. يعني ايه؟ يعني انا موافقه. لا نقول مبروك يعني. طب ايه هيب، قول لي بقى، هو انت بتحبني ليه؟ معقوله يا سلمى في حد يقول لحبيبه انت بتحبني ليه؟ الحب ملوش اسباب. لا مش صحيح. لا صحيح. وبعدين انا بحبك بقى لانك انت، يعني انت البنت اللي انا بدور عليها. بحبك لانك طموحه زياده عن اللزوم. بحبك لانك زي القمر. طب ممكن تروحني بقى عشان انا اتاخرت؟ طيب ممكن قبل ما اروحك بوسه كده في السرير. بص بقى انت مجنون وانا ممكن ازعل، خلي بالك. لا 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 لا، وانا كله الا زعلك. اه تشغل مزيكا ولا تزعلي برضو؟ هتسمعني ايه؟ هسمعك يا ستي. طب ما تيجي تشوف. يا انا يا انا انا وياك صرنا النفس الغريب. يا انا يا انا انا وياك وانسرق ما كتيبه وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي. طيب طيب خلاص بقى. مساء الخير. شفتك طالع وتعبان، قلت اكيد شغلت طول النهار وما اكلتش لقمه. خد يا بنت راحه فين؟ ايه اللي حصل فيه؟
ومن ناحيه ان انا جعان فانا هموت من الجوع صراحه. لا 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 اوعى تقول كده. تموت ايه بعد الشر عليك يا غالي؟ امال اقول ايه؟ طب ده انا عامله لك جوز حمام تاكل صوابعك وراهم، ولو احتجت حاجه تاني قول لي، ما تتكسفش خالص. جوز حمام؟ ده انا لو اعرف انك جعان قوي كده كنت عملت لك اتنين. جرايه يا بنت، انت عايزه تفطسيني ولا ايه؟ هو انت ما تعرفيش ان الحمام غلط بالليل؟ يا سوسو، يا لهوي. ايه سوسو دي؟ طالعه من بقك زي العسل والله. وبعدين يا اخويا الحمام يتاكل في اي وقت. طب اقعد كده يلا وكله رم عضلك. طب يا ستي متشكرين. متشكرين على ايه؟ طب ده انا قاعده هنا لغايه كمان ما اعمل لك كوبايه شاي. ولا اقول لك هنضف لك الاوضه. خد يا بنت رايحه فين؟ استنى. يا لهوي يا بنت. يا بنت ما قلت لك في دبدوب جوه. مساء الخير. ايه ده؟ الله تسلم ايدك يا سوسي. لا والنبي. طب يا اخويا اما تخلص يبقى هات الطبق. عن اذنك. سلام يا اختي. سلام. مروحة مروحة صراحة. بنت الحرام. لا كل اخوك. شفتي العقربه؟ البت دخلت عليه حته الدين داخله سخنه، انما ايه؟ الواد مش قد الدخله دي ابدا. بقول لك ايه؟ ايه؟ اخبار عبد العزيز ده ايه؟ مش فاهم. ايوه. لو هي لافت على الواد الصغير انت تقشي بالواد الكبير. وبعدين هتعملي ايه بسمير ده؟ دعمة ومعقد. انما بقى عبد العزيز العز كله، البيغة كلها. عارفة؟ عارفة لو جبتيه على ملا وشه هتاخدي كل حاجة وهتطردي بتاعت الحلاوة دي بره. يا نهار اسود. لا يما ازاي؟ الموضوع ده صعب قوي. عبد العزيز؟ عبد العزيز؟ يا نهار اسود. اسمعي كلامي يا بت. وبعدين انت خسرانة ايه؟